c'est bon. الحمد لله اليوم ونعنا من المنبر تاع كيزين نحيي الشركه الملكه الابار اللي ما دخلوش علينا باي شيء، ما
الحمد لله الفريق راه يمشي في الطريق الصحيح. بون الفريق تاع القسنطينة دروك الفريق تاعنا كبر، وانا قلت عاوز نعاودها قدام الاعلام، الفريق تاعنا منا وصاعدا يلعب الا على الالقاب ان شاء الله والمراتب الاولى، وباه يلعبوا هادو على المراتب الاولى لازم يكون هناك استقرار. والحمد لله الفريق تاعنا رانا في المرحله هذه، الفريق راه مستقر من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفنيه، الطاقم الفني تاعنا على راسهم لازم نعطيوه حقه. ايضا سي عمراني قام بعمل كبير، رانا في موسمين نخدموا مع بعضنا الحمد لله. الفريق الانسان لازم يكون صريح، الدنيا هذه ما كانش قد الشفافيه، باسكو الموسم الاول تاعي على راس فريق شباب القسنطينة جيت في المرحله تاعو دار الحمد لله، وجا معايا سي عمراني ونقدرنا الفريق يقعد في القسم الاول، وشفت المجهودات اللي دارها والحمد لله. كان لوبجيكتيف نيميرو ان تاع الفريق هو البقاء، حققنا البقاء. الموسم اللي موالي عودنا هيكلنا الفريق تاعنا، وقمنا حنا قمنا بالاستقدامات، والاستقدامات اللي درناها بكل من عيط المدرب عمران، باسكو في الفوتبول ده لازم ننجحوا، لازم يكون تكون الشفافيه مام حتى في العمل. عندك مدير فني هو المسؤول الاول عن الانتدابات، طلب اللاعبين الحمد لله حضرنا وفرنا للاعبين اللي طلبهم، صرحنا بعض اللاعبين وبدينا المشوار تاع البطوله تاعنا هذا الموسم. حنا راح نتكلم من لو 26 جوان من بدايه التحضيرات تاع الفريق الى هنا، قريب رانا في الطوموا لازم نعطيو حوصه على الفريق تاعنا. بون البدايه تاعنا تاع البطوله ماهيش كارثيه، وبعض نشوف يعني بعض الصحف تتكلم على بدايه متدربه، انا نقول لا، البدايه تاعنا جد مقبوله، عندنا 9 نقاط، الفريق راه مع المراتب الاولى، وما يخفاش عليكم باللي درنا تغييرات في التشكيله تاعنا اللي مستقبل ب60%، لازم هذيك لامايونيز تخرج بين لاعبين قدامى وجدد، لازم لها شويه وقت، والحمد لله رانا في الجوله السادسه، الفريق تاعنا راهو في الطريق الصحيح، عاودنا استرجعنا امكانياتنا خاصه في المقابله الاخيره وين بالعباس ظهر الفريق تاعنا بوجه حقيقي. المقابله الاخيره وين لعبنا في عين لينا عندنا مقامي ما كناش راضيين عليها، مي حكم مقابله يعني نقولها بكل صراحه، المقابله باش تربح تربح في الميدان، حنا كاين اللي استصغروا فريق عين ليلى وقال لك السياسي راح يفوز على عين ليلى، والحقيقه الميدان ما قدرناش نفوز على عين ليلى، والنتيجه كانت تعادل، مهما هذا ترضينا. دروك الفريق تاعنا واش نحتاج في الوقت الحالي والوقت الحاضر؟ حنا نطلبوا الجميع نكون محبين تاع الفريق. احنا عارفين بلي الانصار تاعنا الحمد لله راهم واعيين وراهم ورا الطريق، والفريق راه في الطريق الصحيح، وهذا بوعي الانصار تاعنا، والحمد لله منين يعني نطلبوا الانصار تاعنا يكونوا واجدين ويكونوا معنا سند قوي، وخاصة في المقابلة الأخيرة تاع العباس، وأنا طلبت أنا شخصيا يعني بحضور الأنصار تاعنا بقوة، يعني بدوا النداء وجاو وعاونوا الفريق، وكانت النتيجة ما تنقلوا معنا العين ولا، حنا بربي إن شاء الله ما راح ندخلوا ولا على الفريق تاعنا، حنا واش هو نطلب الصبر على الفريق هذا باسكو رانا في بيريود تري ديفيسيل، حنا راح نقيموا المشوار تاعنا مع انتهاء مرحلة الذهاب، نشوفوا الفريق تاعنا نديروا البيرون تاعنا تاع لافازالي، وإن شاء الله حنا لوبجيكتيف الفريق تاعنا يبقى مع الثلاثة الأربعة الأوائل في نهاية الشوط الأول هذا من البطولة. شوف هذا بنيو فريق شي صعيب، ولا بكل صراحة، حنا رانا كيما يقولوا الآخر أسرة واحدة، النتيجة على خدمة الفريق تاعنا. بان بنيو الحمد لله بقدوم المدرب عمراني، كانوا بعض اللاعبين في الموسم الأول سرحناهم، عاودنا استخدمنا لاعبين، عنده فلسفة عمل، عندنا رقم واحد في الفريق في سياسة المدرب عمراني هي الانضباط، وحنا كإدارة رانا مساندين المدرب وعاطين الحرية الفريق، باسكو شفنا بلي الفريق راهو في الطريق الصحيح، والحمد لله النتائج اللي تكلم واحد ما يقدر يغلط الناس، فريق شباب قسنطينة الموسم الماضي بطل الجزائر بجدارة واستحقاق من البطولة، وكما يقول لك هذه الفروي تاع البطولة دوك عندنا استحقاقات أخرى. الاستحقاقات واش تطلب؟ انا نطلب من الانصار تاع الشباب القاسم الحمد لله راهم واعيين واش يستنى فينا، باسكو عندنا استحقاقات ثانية افريقية جاية، لازم نكونوا كل يد واحدة ورا الفريق، باسكو ما يخفاش عليكم لي ريزو سوسيو ساعة ساعة نشوفو لعبنا مقابلة في بجاية وين هزمنا خرجوا بعد يعني
كيتكلموا على الفريق، وانا نظن الفريق ما واحد يقيم الفريق، لازم الفريق يقيمه على الاقل في الجوله السادسه ولا السابعه ولا عن نهايه الشطر الاول من البطوله. الحمد لله عاودنا استرجعنا نفسنا، يا با كيما يقولوا الجوج في لا ميزون، عاودنا بحنا مع اتحاد العباس، عاودنا تلقينا مقابله، عاودنا عندنا نقطه من خارج الديار. دونك ان شاء الله الفريق تاعنا راه في انا دو كونفيرونس درتها سبيسيالمون باه نوضح بعض الامور، والشيء اللي يهمني بزاف هو لازم انصاف، باسكو المناصر الباسي كي يلعب شباب خاصة ما يعرفش خفايا، وكاين بعض لي ريزو سوسيو اللي يتكلموا يعاودوا الناس. حنا مادا بينا الفريق في المرحلة هذه نحتاجو تضافر الجميع، بداية من الانصار تاعنا، لا من الصحافة تاعنا، اللي نطلب من الصحافة تاعنا، يعني الحمد لله الصحافة تاعنا راهي قايمة بالواجب، وإنما على بالنا كيما يقولوا لازم مام الصحابي اللي يدي معلومه لازم يدي معلومه، باسكو راه مهني وكاين ثاني ضامي وكاين ناس تتبعوا. حنا ماذا بينا يدقوا من المعلومه قبل ما يبدا. لا سمعت بعض الوسائل يقول لك اللاعبين تاع شباب القصر هما الخاصين، لا عندنا روتار، عندنا لاعبين تاعنا، بس عندنا لاعبين تاعنا صافيين لهم حجرتين ودو بريم دو ماتش، لاعبين تاعنا ما يسالوا والو، يعني نقولوا في الصباح اللاعبين اللي جبناهم جدد راهم خالصين بور توا مو الافونس، واللاعبين تاعنا الخدا مازلنا خلصنا، وكاينه ثقه كبيره بين اللاعبين وكان مسؤول الاول على الفريق يعني بالاداره والناس اللي تعمل معايا، راهي الشفافيه هي اللي راهي تسير قاعده تسير. بون كونسيرنون باسكو هذا شيء مهم بزاف، انا قاعد نشوف في بعض الفرق هي تنشوف القسم الاول ما عندهاش مهمة. على شباب قسنطينه الحاجه الاولى دوك نتكلم على السابقات في منظمه الاداره مع الممولين الجدد، عندنا صفقة تاع موبيليس اللي تكلمت عليها الصحافة، أنا نأكدها مضينا عقد لمدة 3 سنوات مع ممول موبيليس، الصفقة أنا نعتبرها صفقة جد مهمة، ساعدنا في باقي المشوار خاصة ما يخفاش عليكم عندنا دوك تنقلات إفريقية وعندنا بطولة عربية جاية إن شاء الله، دونك هذا الممول هذا راه يعطينا يعني إضافة كبيرة. عندنا ممول تاني هو كيا، عبر من عقد ثاني مع كيا ان شاء الله راح يكون ثاني اضافه كبيره للفريق، عندنا ما نقدروش نتكلموا على الارقام، المسابقه جد مهمه للفريق. هناك ثلاث ممولين تقدر تقول اتفقنا معهم، انا اتفقت معهم رسميا بنسبه 90%، كانت بعض النقاط يعني الصغيره على وين تي في وضع الشعار على القميص، نكونوا صراحه احنا عندنا الممول رقم واحد هو القضاء جواه موبيليس جواه كي كاين بعض المولين طلبوا بان نحطوهم نحطوا الشعار تاعها في اماكن احنا ما نقدروش، باسكو لازم اللي يمد الفريق ويعطي الاضافه للفريق نقدر نحطوه ليسونسيال. بقى بعض الاشكال مع المول هنا في قسنطينه ومتفقنا معاه، ان شاء الله راح بعد المخابره تاع فاروق راح نوضعوا زوج ممولين ان شاء الله على شعار القميص تاع شباب قسنطينه، وهذا باه ناكد باللي إدارة تاع فريق شباب قسنطينة اللي رانا عارفين العمل تاعنا ورانا نتكلموا مع المناصر الباسيط والصحافة بكل شفافية. فو الممولين هادو خلصنا معاهم، دوك واش راح نقول؟ حاجة لو بلوز امبورتون اللي لازم يعرفها تاني المناصر، حنا باه ننجحوا هذا الموسم لازمنا تضامن الجميع، بداية من الأنصار تاعنا للمحبين، رؤساء السابقين، المسيرين السابقين، اللاعبين، البيبان راهي مفتوحة للجميع، حنا عمرنا ما غرقنا على أرواحنا ولا قلنا حنا والله حنا، حنا البيبان راهو مفتوحين خدمة لفريق شباب قسنطينة، وبربي إن شاء الله نزيدو نديرو إن شاء الله لقاء كيما هكا كونفيرونس دو بلاس بعد نهاية مرحلة الذهاب نزيدو نقيمو الفريق. شنو عندكم دي كيستيون؟ تفضل. وعبيد يعني انا ديما ترى ما حكيتش. شوف حنا باش نبدا نتكلموا على اللاعبين ولا حنا كل يعني في الفريق خاصة الاستخدامات
كنا ان شاء الله مع المدرب عمار، المدرب الرئيسي يعطينا قائمه اللاعبين وحنا نتابعوا، ورانا في الجوله السادسه ونظن الفريق تاعنا مازال كما نقولوا ما خرجش بين لاعبين قدام وجدد، بصح الفريق تاعنا عندنا تشكيله للتاليه ولا كل صراحه نظرها راسي مرفوع، عندنا تشكيله تاليه احسن من الموسم الماضي، فاحسن الموسم الماضي لو شوا تاع باغزومبل كنا، لكن عندنا اريان روا عندنا زوج، لكن عندنا في كل مصر عندنا لاعبين، وهذا الشيء يقدر يعطينا قوه للفريق. حنا كنا الموسم الماضي يغيب لنا لاعب ولا اثنين ونكونوا في مشاكل، الموسم هذا المقابله الاخيره عندنا ما كنا نلعبوا بلاعبين معاقبين ولاعبين مصابين جمهور ما تعلموش، والفريق قاعد يمشي لاباس به. المهاجم عندنا عبيد احسن مهاجم في البطوله، علاش نجم نظن عندنا هداف البطوله، انا عندي عروض، انا عندي عروض بالوثائق ماشي بالكلام، بعض الفرق الخارجيه طلبت خدمة المبالغ خاليه، احنا خلينا في الفريق الاستقرار هو زدنا جبنا زدنا دعمنا الفريق دعمنا الفريق المهاجم الافريقي، دوك لازم نصبروا على المهاجم الافريقي هذا ونعطيوه شويه الوقت، واللاعب اول مره يخرج يلعب في بطوله محترفه وكان يلعب في بطوله مش محترفه، بصح هذا يعني باهم جزء من كلامي ان اللاعب دولي لاعب سيله يلعب مع حتى المهاجم لاعب سيله في المنتخب البرتغالي وان شاء الله يبدل الاضافه لازم نصبر عليه. السلام عليكم. انا مشكيت قلت قبيل كي ديت لا فورم ديت لا كونفيرونس قلت حنا نخدموا في شفافيه والديفار مفتوح لي، قلت راني ككل جزائري ندخل لا كيقول تاع دير لو سوسيو ونشوف بلي كاين دي زانفورماسيون فورس. انا نقول كون جيت تطلبوا لنا تخلونا الديبان وتخلونا نخدموا معاكم، انا يضر لي ما يكونش ما تكونش الاشاعه فيما يخص كيما نقول سلكوا لي جوار ولا ما سلكوش، منين خرجت هذه؟ ما خرجناهاش حنا، جات خرجت. هذا هو لهذا انا السؤال تاعي بسيط، ما هو التدابير اللي راح ديرونا باش نقعدوا نقدروا نهضروا معنا نامبورت كيف تدابير واضحه نهضروا معنا نامبورت كيف الجوار واش هي اللي جاو هضر مع الجوار هذا؟ العقل نجاوبوا الساعه العقل نجاوبوا شنو نجاوب؟ عندنا نفقه باسم الفريق اللي حكم بكم صح؟ بس يدير لاعب سليم هو المسؤول. دوكا هو مع المدرب عمرانيش في كل حصه تدريبيه عنده زوج لاعبين يتكلموا، ما نقدروش نتكلموا بكره وما تقدرش انت مش مسموح ليك تجي تتكلم مع 10 لاعب، هذو لاعبين يدربوا في الفريق، كنا حنا غادي نخدموا بطريقه احترافيه. كاين لعيب سليم راه معنا في الاداره وهو نتقى رسمي دوك السؤال. سؤال بسيط، كيفاه راح تديروا بلاكا صعيدا باه ما يعودوش يخرجوا بدعايات في اسمه؟ خلينا من العائله اتصل، لا اتصل بنتقى رسمي يعطيك المعلومه. شنو باش حد يخدم؟ لا نتقى رسمي يبقى مش اشاعات، يبقاو الاشاعات نتقى رسمي للفريق. انا باش جاش دوكا في دوكا كيبقاو الاشاعات شوف بوزيتي كيسيون، انا كنهضروا بالعقل دوكا غادي نديروا كونفيرونس باش نوضحوا الوضع، دوكا ما نبقاش السؤال تاعك نبقى نجاوب لك عليه، انت تحب تجاوب على لا فورماسيون، ها هو المسؤول على لا فورماسيون، هذا راه مثل شباب قسنطينه ولا مثل الاداره ما جاوبتنيش ولا ما جاوبتنيش. خلاص التكوين خلاص هزينا الوثائق تاعو، الدراسة راهي قايمة في العاصمة، والمرة الثالثة كنت ما انتبهتوش، جاو ممثلين على الآبار هنا التقاو معايا هنا وجاو خصيصا على هذا الملف، والتقاو مع سيد جنابي المقال، ونظن الأمور تمشي في الطريق الصحيح، باه نقول لكم كيف نبداو الأشغال هذه من صلاحيات الشركة المكان تاعها. بخصوص موقع رسمي الفريق ما كانش تخموني موقع رسمي راح ندير موقع رسمي الفريق نورمالمون راح يتكلم فيها فات عمرو راه يتكلم بالفيديو وراه عنده دكتوراه في هذا المجال وان شاء الله راح عن قريب ان شاء الله نفتحوا هذا نخدموا معكم الاهداف المسطره من الاداره شباب قسنطينه مع ملاك الفريق تم الاهداف بالتحديد الاهداف تاع الفريق، الفريق اللي ما عندوش اهداف ما نظنش في يلعب اي لعبه، جو بونس شباب قسنطينة برك، حنا الاجدر ديجا لنا البطولة لازم نحافظوا على الاقل تحت، وحنا الهدف اللي مسطرينه هو لعب ادوار الاولى، راح ننافسوا على البطولة والادوار الاولى. جبتوا مخطط تاع الدخول للمسابقة الافريقية وكثرة المباريات،
ايه دوكا احنا انتقلت مؤخرا العاصمه لون كان نديرو الاجازات الافريقيه وعطانا الاجازات تاعو بميل عطاو عندي بوسي هنا وما تكلف به وراح كيما يقول لك عندنا على هضرنا احنا التشكيله تاع 23 لاعب عندنا ان شاء الله ما يكونش عندنا اشكال في الجانب هذا عندنا تعداد ثاني ان شاء الله وان شاء الله نكونوا في المستوى نقدروا نكونوا الجزائر احسن تمكين الجميع يعلم بلي عقد عمراني ينتهي الصيف القادم بزاف تفكروا في المستقبل عمراني ثم خاصة الجميع ثم على بالو بلي جمهور شباب قسنطينة متعلق بتكنيكين ثاني ما عندناش اشكال مدرب عمراني يعني احنا لا توصل ونعمل معنا ما نباش العقد ما عندناش اشكال دار معنا تربص دار فريق تونس وما نباش العقد تاعو احنا نعرفوا بلي نتعاملوا مع انسان يعني عنده دي برانسيب من الجانب هذا مش متفوق على الخبر راح يكون في الفريق ان شاء الله. كيفاش عملتوا كيما لمحت المغادره بعد لقاء مولودي في جاي؟ ما كانش عندنا جا عمر ولا لوح باللي غادر الفريق. كاين اشياء صارت في بجاي بان نوضحها باقي الضايعه. صارت اشياء باسكو عنده اشكال مع شخص واحد من مكتب المصير بجاية وهما حاولوا يدخلوها كانه هو فيزا الفريق ولا قادر الفريق ولكن الامور تصرا مي بان نوضحوها عنده مشكل مع المصير وانصار تاع مديت بجايه ملي دخلوا المخابر ويشتموا فيه وهذا الشيء سي نورمال هو بشر ومد اضافه كبيره لمديت بجايه نورمالمون ما يكافئوش من هذاك المكان. ثم تكلمت الاولى الهدف اللي تصدر تاع الفريق الاول برك ثم فئات شبانيه بدي نشوف فئات شبانيه تحسن مقارنه بالموسم الفار ثم يكون جديد فئات شبانيه. نشوف فئات شبانيه راه عندنا دي تي اس مسيو حمدات يعني حطينا احسن يعني دي تي اس هنا مسيو خاصه هنا سي لو قريب كاس انا عنده كفاءات كبيره وهو اللي وضع المدربين هذا الموسم انا نعطيكم الصوره هو اللي وضع المدربين تاع الفئات الكل وراه قادم بعمل كبير والبطوله تاع الفئات مازالت ما انطلقتش انطلقت في الرياض تاعنا في زيسبوار كونتي تبدا الفريق الاول والجمعه هذه ان شاء الله تبدا لي 19 لي 17 اللي تاخذ البطوله تاعهم يوم 12 كيفاش تتعاملوا مع مطلب الانصار شفنا كاين بعض الفئات كبيره من الانصار طالب التذاكر حتى شفنا عملوا الطريقه هذه التذاكر تاعها شفنا اعداد كبيره والمداخيل تكون اكبر بحضور عدد اكبر. صح نعطيك معلومه دقيقه حنا البري درنا روسونينا 3000 نوع باسكو عندنا حنا اللي نتبعوا التذاكر وحنا اللي نسلكوا العمال تاع الملعب الناس اللي تبيع فيه خاصه باجورني وعندنا الناس اللي تنظف الملعب ابري لاخر تخلص والعمال اللي كيف داير بالملعب اللي يشعل الاضاءه الشعر انا يسمى قريب 50 مليون بار ماتش سون كونتي 20 مليون تاع المقابل تاع الكيرا تاع الملعب بلا لي سبونسور اي سبونسور حتى خرجوا عليه 5 مليون. لا احنا نجي نعطيك الارقام الدقيقه لعبنا مع نصر حسين داف والثوره وبالعباس ثلاث مقابلات في قسنطينه سلكت 7200 عميلات حسين دان مع الثورة 6000 ملحقش 6000 5000 وقريب هو 6000 المقابلة الأخيرة مع بن عباس اللي كنا قلنا حضور كبير 8000 وطبعنا وهبطنا في ما طبعناش بزاف طبعنا غير 20 نكون طبعنا 32 تمشيرة مش كل مقارنة بالنسبة أنا نشوف المشكل أنا نشوف المشكل حنايا عندنا دي شارج وما طاحنا ليكيبي سبور تاعنا نحكم الصراحه ليكيبي سبور تاعنا كي دي بلاصا حنا ما يحكموش عليها حنا الا الفريق الاول اللي رانا نسلكو بارشاك بصح الامل تاعنا كي تنقلوا يطلبوا علينا الخلاص سير بلاص يبات في لوطيل يخلص يوقف في ريستور يخلص عندنا مصاري هذا ما عندناش اشكال اخر حنا كي يقعد الجمهور تاعنا يدخل بقوه والناس تقول هبطنا في سعر التذكره رانا هاني عطيتك المعطيات وتقدروا تتصلوا بالملعب زيد يعطيكم الارقام اللي عطيتها بالمناسبه الافريقيه والبطوله ونفس الكاس راح الفريق راح يكون حيلها بحوالي 30 مقابله هكا دركا بلا التعداد تاعنا ماهوش ناقص مش راح يأثر بصح المده هذيك ما يكون فايده ناقص ما راح تعمل. شنو بده يكون ناقص تعدل؟ لا بنهايه نوفمبر وبدايه مايو. بدايه تاع المنافسه الافريقيه. المنافسه الافريقيه. بالبطوله والكاس. المنافسه الافريقيه تلعب تلعب بالمنافسه الافريقيه على مستوى الصيف كانوا 15 جوار. المقابله الاخيره من 15 ايجاز. حنا عندنا 23 لاعب وحنا رايحين نتمشاو مع البطوله الافريقيه هذه
بيدك ان شاء الله. وعندنا الاعداد ثاني ونلعبوا مقابله وفي يقراوا عندنا امكانيه الاسترجاع موجوده ونشرح نتحجوا ونقولوا نلعبوا اثنين وخميس وثلاثه. حنا مادام دخلنا المنافسه هذه لازم ندخلوها بقوه، والانصار تاعنا راهم شغوفين بزاف بالمنافسه هذه، وان شاء الله عندنا دو تور ولا ان تور من الاطوار ان شاء الله. والاهداف تاعنا نزيد نقول لكم الاهداف تاع الفريق في البطوله الافريقيه هي الدخول مجموعات ان شاء الله. أول موسم لديتو فيه لديتو بسم الفريق حق البطاء ميزانية كبيرة جداً 80 مليار صح؟ الفريق عم يفوز حق البطولة بحوالي 57 مليار، بسم الله اسكو تسهلوا مع غادي باش تخلصوا الكتلة الشهرية مصاري والله تسقين الموسم والله الكتلة الشهرية يعني تشوفها يعني بتاع الفريق تاعنا كاين واحد ست ولا سبع فرق أكثر منها يعني من ناحية الكتلة الشهرية. سي نورمال، حنا الشيء اللي يهمنا كاين بعض اللاعبين تاعنا اللي مام كانوا في الفريق كيعاودوا نضاو مع الفريق عاودوا هبطوا على الشيء اللي كانوا نبداو به. يعني باه نعطيكم لي لاعبين تاعنا اللي كانوا معنا اللي كانوا في فان كونترا عاودوا نضاو في الفريق عاودوا نقصوا ثاني على الكتلة الشهرية. هذا باسكو كاين ثاني لازم نقولها الفريق شنو خاصنا ما عندنا حتى لاعب يعني يسال الفريق تاعنا الحمد لله اللاعبين تاعنا مام اللي غادوا خلصنا. ميزانية تقدرية ما نخدوش ندير ميزانية تقدرية باسكو يخرجوا لك حوايج، لا فوا باسي درنا ميزانية خرجت بالحاج اللي تيجي من الوسط السابقة خلصنا حنا وما خلصناش كان يديرونا النقاط، كاين يخرجوا لك أمور، الحمد لله دوكا هذا الموسم ما عندناش يعني أمور تاع اللي تيجي ولا جميع اللاعبين تاعنا الأخر اللي علينا معاه العقد سكرنا مع العقد هو سيسي مضى، من اللاعبين اللي غادروا فريق شباب قاسم الثاني بالمناسبة نحيي من المبادرة اللي داروها فريق شباب قاسم الثاني، كان اللي خلى دوحة الصدر، كان اللي خلى دوحة الصدر يعني نحط الناس في السؤال. خصوصا المكتب النفسي شفناكم في الموسمين الماضيين تسمى الوجود تاعك مع العيب تاعي، اسكو تفكروا بتدعيمات المكتب النفسي ام تكتفيو بالمكتب الاسماء؟ والله كل ما هو ما عندناش اشكال احنا رانا كما نقولوا دايرين عائله ونظن الحمد لله النتائج هنا احنا هذا المكتب النفسي دينا بطل احنا نظن السفينه اللي كثروا فيها الرياس تغرق احنا مادا بينا راهي هكا الامور واضحه كاين تقرص لي كاين كاين إدارة تعمل في العمل تاعها، أنا على راسها راني نتنقل مع الفريق، العيب شادي نتنقل مع الفريق، ما عندناش مشكل. هنا الإشكال في أي فريق في البطولة الجزائرية هي السيولة المالية، يعود الفريق ماديا مرتاح كل المشاكل تحل. صح شوف كبر الطموح تاعها راه يشارك في المنافسة الإفريقية، يشارك في كأس تاع العارضة إلى في البطولة إلى في الكأس، تسمى تشوف بلي الإدارة المكسبوسية اللي تكون من خمسة ولا من العباد حيكون قادر باش مش راح يلعبوا هذو راح يلعبوا صافي كاين حيكون كاين رايس بيسا في جي ام راح يكون واحد من الشباب حنا كيعود حنا كيتعود في المنافسات الافريقيه راح نضرب ان شاء الله نديروا الناس كانوا دي زيكس بريزيدون ولا دي زيكس يعني الناس اللي مدوا الفريق انا مقسم انا دي اول مره نقول لكم كنعودوا في المنافسات راح نديروا واحد من دي رئيس تاع هكا باه الناس الكل تشارك في الفريق وهذا الفريق السير لازم يكون عقلاني حنا احنا عمرنا ما تكلمنا عن المسيرين السابقين وانا ديما نقولها في البلاطو ولا في الجيري كل واحد مش مثل الفريق احنا اسره واحده نخدموا فريق قصر شوفوا اللي فات على السياسي بزاف باسكو كي كنا احنا نلعبوا على السوق والناس كانوا الناس يضحكوا ضحكوا على شباب نقول شوف الميزانيه وحنا دونك انا لاباج اللي قلبتها وانا ما تكلمنا حتى واحد احنا كاين بعض الفرق اللي كانوا يقولوا رانا اصدقاء لفريق شباب القصر كنا نلبسوا على البطوله ما ولاش اصدقاء ما نقول ما كاينش فيها فريق شباب القصر يحبوه ولادو ولازم ولادو ما يهضروش ولادو ولازم حنايا نقلبوا الصفحه والى الامام ونتحدوا بكل ما نديروا الالقاب انا دوكا قلتها ونعاودها من لا وصعيدا في الشباب لا بغير على الالقاب الفريق تاعنا كبير جمهورنا كبير عندنا كل الامكانيات عندنا تعداد بشري عندنا مدرب احسن مدرب في البطوله وخسروني نخشى حاجه واحده وديما نقولها ان شاء الله تخطينا بشو ناس هادي دوك يكونوا ان شاء الله بيزاري اللي يغلطوا في البطوله في جميع المقابلات يكونوا غلطوا بدون قصدهم وهذا ما كان اللي قاعد نشوف انا بعد البارح شفت واحد الصور بعد الفريق تلعب مع السعود في القسم الثاني هاي في الجوله السادسه تعادلوا كاين دي زومبايسمون تيرا وهذا كيفاه الفريق هذا يا بونسي كاين بعض المناصرين هما يضروا الفريق تاعهم تعادل شوف في كره قدم كاين الربح كاين الخساره وكاين التعادل يفو با لكن كاين فريق يضرب لك يربح 30 مقابل عارف في البطوله هذا لكن كاين يربح 30 ماتش فوتبول البارح صارت مباشره وحده كاين يسال يرجع البوجه راه ربح في الساعه بزاف فوتبول ما فيش نلعبوا ونعرضوا فوتبول يمن بالملموس تحضر مليح ودير كلش وقادر يخرج لك انا بريبي ما تعرفش الفوتبول هذا هذا سبور هذا موش
شلون سيكزا كيما يقول حنا رانا نقولها ونعاودها لوبجيكتيف تاع الفريق تاعنا نلعبوا ان شاء الله هيكلنا رواحنا عندنا مقر من احسن المقرات راح نزيدو نديرو مركز تكوين حنا بربي ان شاء الله راني نمشي في الطريق الصحيح حنا كي نشوف وين كان شباب قسنطينه ورانا دركا انا ما عارف نمشي في قسنطينه ونهضر مع الاعصاب يقول لي الفريق تاعنا راه نحو الامام حنا نتمنوا المناصرين تاعنا راه واعيين ورا الفريق وهذا هو اللي بوسي الفريق الاعلى حنا تعادلنا هنا مع ميلاد حسين الدين اصلا تاع السلطه اللاعبين عرفوا طارش ولا تعاقب الملعب تاعك انت الخاص يعني عندي حتى باسكو في الفوتبول هذا قادر تتعادل قادر تربح انا عطيتك مثال البارح حي اهل البرج وحده كان حاطو يدير النتيجه بالثوره باسكو علاه كان هضر على الثوره احترام لفريق اهل البرج ولا احترام للثوره بصح انا نعرف بلي فريق الثوره فريق جد 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 كيما يقولوا من الفرق الصعيبه بزاف داخل الميدان شباب يعني نحن طبعاً المجموعة السنة ثم نبتل بحوة صورة بيقول لي علاقات مباعدين من جديها مش خلص من معرفة شوف نقل مقال بارتو صح كينا حاجة نقول لنا عندنا أسرة وليدات فاميلا رانا نعملو بالك نكوناش نستنى في النتائج هادو باسكو راه بكل صراحه عندنا غير المقابله الاولى اللي تعادلنا فيها مع ميلاد حسين ديت منين نفوزوا بها عدلنا في اخر دقيقه عاودنا خرجنا المقابله اللي تعادلت في جايين هزمنا باسكو اللي كان معنا في لابي ريباراسيون والتعداد هذا واش مدنا في المقابلات الوديه وكاين بعض الصحفيين تنقلوا معنا لتونس وشافوا حنا كنا حاطين نديروا انطلاق احسن من هذا اللي هذه خطوه حنا رانا في الطريق الصحيح ما كان حتى اشكال وهذه الاشاعات هذه اساس تاعها زعزعه الفريق وانا هنا ماني نهضر منه صعيدا نقولها بكل صراحه اللي يحب يقول لي حوس يقدم للفريق ولا يحوس يعكر الجو تاع الفريق ولا يحوس يقيس لي السيرفر تاع الفريق نسميه باسمه انا تاني والله ما نخاف والله نسميه باسمه والمناصرين يعرفوا باسكو حنا هنا الهدف تاعنا واضح السياسه تاع الفريق تبدلت الذهنيه تبدلت الفريق تاعنا باه بوسيوه للامام لازم نكونوا يد واحده والحمد لله احسن دليل هو الانصار تاعنا حنا نقولها ونعاودها اليوم وغدوه باقا تاعنا 90% الانصار تاعنا والبطوله فزنا بها 90% الانصار تاعنا باش تشوف فريق يتنقلوا معاه 15000 متفرج بالعباس مش سهله مش اي فريق يديرها باسكو علاه الوعي تاعنا تعادلنا مع بنيدا هنا خرجوا بالتصفيق تعادلنا مع الحباش خلاص دروك الناس حفظوا الدروس نبقاو الشيء كان ياثر على شباب خاصه في المواسم الماضيه هذا هو الشيء زعزعت الفتنه داخل المجموعه المناصرين مقسومين الفريق يتعادل في اول مباراه يبداو يبروجيكتيف التيراس يسبوندي يلقى روحو المجموعه تشتت هذا يجبد هذا الشيء اللي كان يضر الفريق تاعهم وكاين بعض الفرق نقولها ونعاود كاين بعض الفرق كان يعجبهم شباب قصر باسكو ما يحبوناش ننافسوا على الارض ما يحبوناش ننافسوا على الارض باسكو حنا نعطيو البطوله حنا حبونا نكرهو حبه من حبه كان ما كان حنا 60000 في كل مقابله ولا 50000 ما كاينش في البطوله ديما الجو تاعي الناس يعرفها على ما نتكلم شنو الرساله تاعك من الجماعه عدد الحضور تراجع مقارنه بالموسم الماضي والله الرساله تاعنا واضحه الانصار تاعنا على الانصار تاعنا هذا اللي يكون لينا سنه قابلين معنا في الاخر البطوله الموسم هذه شويه انتقلت شويه مبكر مع لي باكونس تاعهم مع الناس في الصيف وجميل الحمد لله المخرج الاخير مع عبد العباس كان ملعب انا شفته مخطط منا وصعيدا ان شاء الله يكون جميل احسن دليل المره تنقلت معنا عدد كبير من احنا جبنا لاعبين قبل عندما طرونا كادر جو السياسي ما كنتش انا في ذلك الشيء الخاص تاعنا ما كنتش نشاهد الفريق تاعي كاين لاعبين جابوهم اموال كبيره بصح ما مدوا له الفريق وكاين لاعبين ما جابوهم اموال ما كانوا مدوا له لازم تعرف الناس بلي الفوتبول ما بقاش يهضر على الباسي يهضر على الحاضر كي تهضر على الحاضر تمل وانا نظن هذه رساله الانصار تاعنا الحمد لله حنا بالمدرب تاعنا عبد القادر عمراني السياسه تاع ريال انتاجيه عمرنا ولا يعني بيزينا دينو كبار عارفين روح المجموعه اللي حنا بادين البطوله ديناها بروح المجموعه وديناها بالثقه المتبادله بين اللاعبين والمدرب
بين اللاعبين ومعايا انا بيني وبين المدرب باسكو انا ثاني نسمع في الرسوسي كيف هو يسمع المدرب عبد القادر العمراني وعلى ما يتفاهموش هذا كلام خاطئ احنا رانا كي الخاوه تاريخ كبير نخدموا في شفافيه نتشاور في جميع الامور باسكو حبوا لانكارو عنده خبره تاع 30 سنه في الميدان يقدر يفيد